أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة. واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأتوكل عليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين علم الكتاب تأويلا وتفسيرا وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.